بغيت نبلغ غير بواحد الحاجه بان عندي واحد طفل صغير وواحد الصباح ديال العشيه ديال نهار الاحد تقريبا شي سيمانه ونص دابا تقريبا جا واحد المتطفل قال لي يلاه معايا تكلم الاب ديالك وداه دار واحد المسافه بعيده من حدا الجامعه ديال الحسن الثاني تقريبا حتى للبيبسي ومشى تما بغى يمارس عليه شي شذوذ جنسي و الحمد لله ما كانش شي حاجه غراف ولكن دابا راه عند السلطات ونتمنوا من الله ان شاء الله السلطات تاخذ الحق ديالنا الحاجه لا كنت ديت وميم طون مني ليه كان غادي تكون حاجه واحده اخرى ولكن الناس ديال الدب الطاليان وقفوا معنا وبقاو تيقلبوا وشدوا هاد السيد هذا وحتى الجمعيات حتى هما عندنا كنشكروهم اللي بغاو يدخلوا ويعاونونا ويعاونوا ياخذوا الحق ديال الطفل هذا ونتمنى من الله ياخذ الحق فهمتيني بغيت عنده تقريبا سبع سنين طالع في 8 الام ديالو هي اللي خبراتني انا ما حيت الدري ما غاديش يقدر يقول لي الام ديالو هي اللي عاقت بسميتو وجات عندي حتى الخدمه ديالي فهمتيني قالت لي اللي كاين ومن تما بدينا كان البحث ديالنا على هذا السيد هذا